très bien alhamdoulillah l'assemblement des bekhir voilà on a un match li ma gadiش نقدروا نلعبوه li qui a été annulé donc qui a خليني لنا الوقت باش نخدموا un peu plus sur داكشي li باغينا qu'on veut mettre en place mais voilà عندنا match inchallah نهار ثلاثة préparé donc غادي نوجدوه de la manière de la meilleure des façons par là alhamdoulillah التحضيرات كتمر في اجواء جيده عائليه اخويه alhamdoulillah اننا كسبنا واحد النقطه ايجابيه في التحضيرات هو ان المنتخب الاعتراف صاحب المسابقه وحاول ان نسيو الدركريكا انه ياخذ الوقت يربح واحد الوقت انه نزيدوا نكسبوا يعني واحد المكسب اللي نشتغلوا عليه اكثر باش نعرفوا الافكار تاع المنتخب الوطني واخا حنا كنعرفوها من قبل لكن هذه بالنسبه لنا البطوله الافريقيه كتلتزم امتيازات اخرى فالحمد لله التحضيرات كتمر في اجواء اخويه الحمد لله انا سعيد بالتواجد ديالي رفقة المنتخب الوطني فشرف ليا كاي لاعب مغربي فانا على اتم استعداد انني في اي وقت وفي اي بغاء الناخب الوطني ولا اي واحد من الصطاف ديالو انني نحضر فانا مستعد على الدفاع القابس Merci les amis, شكرا.